مرحبا بكم مشاهدين الأعزاء، إليكم موجزا لبعض أبرز أخبار هذا اليوم من القدس.com. الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعرب عن أمله في أن يكون الرد على المجزرة الإسرائيلية على أسطول الحرية هو تحقيق المصالحة الوطنية، ويأسف لرفض حماس استقبال وفد المصالحة برئاسة منيب المصري. تبادل الاتهامات داخل إسرائيل بعد فشل عدوانها على أسطول الحرية، ووزراء في حكومتها السباعية المصغرة يحملون وزير الدفاع إيهود باراك مسؤولية الفشل والتقصير في العملية العسكرية التي نفذها الكوماندوز، وبعضهم يطالبه بالاستقالة. رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان يدعو إلى معاقبة إسرائيل ورفع الحصار عن قطاع غزة، ويقول إن تركيا بالتأكيد ليست دولة قبائل ولا يجب أن يمتحن أحد صبرها، ويشدد على أن صداقة تركيا قيمة وعداوتها قوية. رئيس الوزراء التركي يبلغ الرئيس الأمريكي باراك أوباما في اتصال هاتفي أن إسرائيل في طريقها إلى خسارة صديقتها الوحيدة في المنطقة. مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يواصل اليوم مناقشة تبعات الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية. الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن قطاع غزة تعلن أنها بصدد إطلاق أسطول الحرية 2 خلال أسابيع قليلة، والسفينة الإيرلندية ريتشل كوري تواصل الإبحار نحو ميناء غزة. باحثون عرب يرجحون نشوب حرب محدودة بين حماس وإسرائيل، ويعتبرون تطورها إلى حرب شاملة احتمالا ضئيلا. انفجار قرب مقر اجتماع يشارك فيه المئات من شيوخ القبائل والنواب الأفغان بعد فترة وجيزة من إلقاء الرئيس حامد كرزاي كلمة الافتتاح. أخيرا في هذا الموجز، الشيخ السعودي صاحب فتوى إرضاع الكبير يقول إنه حارب الإرهاب والغلو والتطرف فشنوا حملة ضده. للتفاصيل زوروا موقعنا www.alquds.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.